ولسه مكملين معاكم فقرتنا من مهارات عظيمة. طبعا كان معروف ان اي شكوى متعلقة بألم او وجع في العظام ان الشكوى دي مقتصرة بس على كبار في السن، يعني ناس كبيرة فقط، لكن ده لان الجسم بطبيعته مع التقدم طبعا في العمر بيبدأ يضعف تدريجيا. مؤخرا بقينا بنلاقي شباب يعني اوقات كتير قوي واطفال بتشتكي من ألم في العظم. الحقيقة يعني ان دي ظاهرة بقت غريبة جدا، بقينا نلاحظ النهارده ان احنا يعني الموضوع ده زاد، فخلينا كده نتعرف مع بعض على اسباب ضعف العظام، وهل ممكن لالام العظام دي يكون سببها نقص فيتامينات؟ كل ده واكتر هنعرفه طبعا مع ضيفتي اللي شرفني وتنورني النهارده الدكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. اهلا بيكي دكتور دينا. حبيبه قلبي، وحشتيني. وحشتيني قوي قوي والله، وانت كمان. حبيبتي عظيم. موضوعنا النهارده مهم. طبعا صح؟ طبعا طبعا. واحنا بنحكي هقول لك على كام حاجه كده لمستها انا شخصيا يعني ليا والحد من اولادي، بس هنحكي عنها باستفاضه. بس انا بجد عايزه اعرف القصه الم العظم اللي ممكن يبقى مثلا طفل قاعد في امان الله وفجاه يقول اي عنده الم في منطقه معينه في رجله، سواء تحت او فوق في الانكل او فوق شويه، دي بتبقى ايه سببها؟ بصي، هو مش كل الام العظام يعني مش 100% بيبقى سببها نقص فيتامينز او كده. ممكن يكون عنده نقص في الكالسيوم، ممكن يكون عنده نقص في فيتامين د، لان هما دول الاثنين مهمين جدا. ده حصل معايا انا شخصيا مع ابني. مع ابنك؟ ما هو الناس فاكره انه كالسيوم بس، لا، هو كالسيوم وفيتامين د على فكره. ليه فيتامين د؟ لان فيتامين د لو نسبته قليله العظم لن يمتص الكالسيوم. ياه. طبعا عشان العظم يمتص الكالسيوم محتاج فيتامين د معاه. وبرضه في الاول وفي الاخر لازم تستشيري الطبيب المختص، اكيد، لان مش كل مشاكل العظم نتيجه نقص الفيتامينز والمينرالز. يعني ممكن حد يبقى عنده مثلا من الناس الكبيره شويه عندهم ريماتويد او التهاب مفاصل، ده مش من نقص الكالسيوم، ده بيبقى مرض مناعي. مناعي طبعا. فلازم برضو الناس تبقى عارفه الفرق بين الاثنين، احنا محتاجين طبيب مختص ولا محتاجين فيتامينات ومعادن وحاجات كده. طيب ايه ليه الشباب دلوقتي بقى يشتكي من موضوع الظهر او الجسم او كده؟ المشكله دلوقتي ان ما بقاش في حركه، لازم اتحرك. لازم اتحرك ولازم العب رياضه خفيفه. انا ما بقولش الرياضه الثقيله، نلعب رياضه خفيفه. وستات البيوت اللي 24 ساعه قاعدين حتى ماشي ساعه بالظبط. وستات البيوت ممكن يبقى في ست مثلا بتساعدها في البيت او بتشتغل في البيت وكده، لا، انت قومي برضه اشتغلي معاها، اعملي حاجه، حركه كويس، اتحركي. ده مهم. في بقى الشباب المدمنين المشروبات الغازيه، مش بقول امتنعوا عن المشروبات الغازيه، مش بقول ده شديد قوي، بس لا اكثار في المشروبات. المشكله في التيست. أيوة. بقى يا دون. ايوه صح. انا بقول نشرب بالمعقول، لان برضو ده مش حلو للعظم. وكثره السكريات، السكريات الكتير ده لما السكر بيزيد والحاجات دي كلها بتضيق لي الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه محتاجه تخش العظم تغذي، ما هو الدم هو اللي هو وسيله كل المواصلات كل صحيح. حاجه. الدم وسيلة مواصلات الفيتامينات والمعادن، الدم وسيلة مواصلات الهرمونات، وسيلة مواصلات الفضلات، وات ايفر. فلازم نعرف احنا بناكل ايه برضو، وعشان ما يحصلش تضييق في الاوعية الدموية والكالسيوم ما يدخلش جوه العظم. دي برضو من الحاجات اللي بتخلي يحصل مشاكل العظم. الكالسيوم مهم جدا للعظم، يعني مهم لبناء العظم، ومهم لسنانك، ومهم لصحة قلبك وأعصابك. يمكن الناس تقولك كالسيوم يعني عظم، لا، ده مهم جدا للقلب. انقباض عضلة القلب عايزة كالسيوم، انبساط وعايز مغنيسيوم. ياه. طبعا. فطبعا لازم نعرف ازاي ناخد انتاك الكالسيوم، بالأخص ان الجسم لا ينتج كالسيوم. دي نقطة مهمة جدا. لا ينتج كالسيوم. فبناخده من المكملات الغذائية، طبعا الألبان بيبقى فيها كالسيوم، البيض، المكسرات، الأسماك، الأجبان. لكن بيبقى مش كفاية، فبنضطر ناخد سابلمنت فيه كالسيوم، بس ما يبقاش السابلمنت اللي فيه كالسيوم من غير بالتركيز العالي. أوكي. يعني التركيز العالي ده الدكتور اللي بيديهوني على حسب الحاله. على حسب طبعا. اللي بيحتاج تركيزات عاليه من الكالسيوم اكيد الست الحامل، اكيد بتحتاج 1200 ميلي جرام. السيده اللي دخلت في المونوبوز او دخلت في فتره انقطاع الدوره، دول طبعا بيحتاجوا كالسيوم عالي برضو، 1200
لكن البني ادم الطبيعي بيحتاج 1000 ملي جرام. اوكي. قلب مالتي فيت اللي جاي اتكلم عنه اللي بيدعم تكوين خلايا العظام هو قلب مالتي فيت، لانه بيحتوي على كالسيوم بنسبه 70 ملي جرام. اوكي. فالنسبه ما تخضنيش ابدا ان انا امشي بيه لايف تايم. يمكن في ناس كتير عندها وعي شديد، مش هتأذيني على اللونج رام. يعني على اللونج رام مش هتضايقني في حاجه. بالظبط. وناس كتير مثقفه بتتفرج كتير جدا ما شاء الله، وفاهمه ان الكالسيوم قد ايه مهم، وفاهمه انه ما ينفعش يتاخد انتيك بتركيز عالي على مدار طويل. فطبعا بقدم لهم الف مالتي فيت اللي فيه كالسيوم، وفيه حاجات تانية كمان غير الكالسيوم مهمه جدا للتمثيل الغذائي، مهمه كمضاد اكسده، مهمه كمناعه، مهمه لصحه شعري. يمكن الضوافر بتعرفي نتيجه نقص الكالسيوم من ضوافرك. صح مظبوط. لما بتلاقي النقط البوينتس البيضه دي بيضه، الدكتور يقول لك ده نقص كالسيوم، لازم تاخدي كالسيوم. فطبعا الب مالتي فيت داعم للكالسيوم، ويحتوي على كالسيوم بنسبه 70، لكن لازم برضو ناخد الاكل الصحي والاكل اللي فيه كالسيوم. طيب خلينا بقى نشوف ده شكله. ده شكل العلبه بتاعه. طبعا هي ده الشكل الوحيد ملوش بدائل. ده مهم قوي. ده ملوش مهم بدائل، مهم قوي ان ده شكل الب مالتي فيت. هنصور العلبه. احنا متوفرين بالصيدليات، مش هقول كل صيدليات مصر لان صعب جدا ان انا اوفر. احنا عندنا اعتقد 27 محافظه، وكل محافظه فيها كام الف صيدليه. لكن الحلو اللي شركه بايو ناتشرال طرحه ارقام الكول سنتر، عشان اللي هيتكلم اللي محتاج بقى يعرف ايه المكان، اي صيدليه قريبه. لان احنا موفرين في سلسله صيدليات معروفه جدا موجوده في كل محافظات مصر. انا كده افهم الصوره دي ان الكبسول ده ما بيسيبش رواسب؟ لا 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 لا، ده هو الكبسوله دي، ده هنا الصوره اللي موجود فيها الزنك بالتركيز بتاعه، فيتامين ه اللي هو اقوى مضاد اكسده في العالم. هو يعني اقصد الكبسول نفسه بتاعته بتدوب تماما؟ بتدوب. لا لا بتدوب طبعا، ما بيبقاش فيها. لا لا، ودي بقى مجموعه الفيتامينز اللي موجوده فيه. طبعا ده احنا فيتامين بس سي. كالسيوم ده فيه حاجات كتير غير الكالسيوم. اخدتي بالك فيتامين سي 500 ملي جرام، انا مسموح لغايه 1000. انا معجبه بيه جدا. انا مسموح لغايه 1000. انا عارفه لينا الجرعه بتاعتنا اليوميه. وده مهم جدا. ده كويس قوي. الايه؟ ال 500 ده كويس جدا. انا اخده في كبسوله واحده. كبسوله واحده بالنسبه لي ممتاز. فيتامين سي داعم للمناعه، داعم للطاقة، داعم كمضاد أكسدة، داعم لتحفيز إنتاج الكولاجين من أول وجديد. طيب يبقى أنا ممكن أقول إن فيتامين سي بيحسن العظام بطريقة غير مباشرة، لأنه داعم للكولاجين. الكولاجين مهم جدا لغضاريف الجسم كلها. طبعا فيتامين بي مهم قوي قوي لكل حاجه، للتمثيل الغذائي، لصحه الجلد. على فكره يمكن كتير مش عارفين ان فيتامين بي بيعمل ترطيب عالي للبشره. اوكي. عندي الفوليك اسيد. المجموعه كلها دندن ولا حاجه منهم؟ كل فيتامين بي، كل مجموعه فيتامين بي الكامله موجوده داخل الف مالتي فيت. وعندي النحاس طبعا مهم قوي قوي، النحاس البيوتين عشان الشعر وعشان الضوافر وعشان التمثيل الغذائي، مش بس صحه الشعر والضوافر. اوكي. وبطمن كل الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا ان الب مالتي فيت مسجل في هيئه سلامه الغذاء المصريه. دي حاجه مهمه قوي. ده مهم جدا. جدا. لان احنا ساعات بنسعى ورا فيتامينز ممكن تكون اماكن مبهمه مش عارفينها. انا بناشد تجارب بناشد كل الناس اللي بتتفرج علينا ما تاخدوش اي حاجه انتم مش عارفين مصدرها. اوكي. والحاجات اللي على السوشيال ميديا اللي بتيجي انا ما اعرفش ده ايه. طب متخزن ازاي؟ يعني انا بقول ان الب مالتي فيت في الصيدليه، عارفه هو متخزن ازاي؟ عارفه الصيدليه مش هتحطه على الرف غير وهي معاها الترخيص. ده مهم جدا. لانه اصلا مش هيتعرض في الصيدليه بدون ترخيص. طبعا ترخيص اهو معانا، شهاده الترخيص من هيئه سلامه الغذاء. تسجيل المنتج. شهاده تسجيل منتج غذائي خاص الب المكملات الغذائيه الب مالتي فيت. ودي هيئه سلامه الغذاء المصريه المحترمه جدا، اللي لما بتدي فعلا ترخيص يبقى امن لصحه يبقى المواطنين. يبقى منتج يستحق يعني. طبعا. وموجود في الصيدليات وسعره رائع. السعر رائع، مناسب لكل بيت مصري. وان شاء الله في شورت تيرم هلاقي الب مالتي فيت متواجد في كل بيت مصري، لانه فعلا مش غالي وداعم للصحه. وهرجع اقول هو فقط داعم للصحه، داعم للمناعه، مكمل مساعد يعني عامل مساعد بس. يعني بنعمل صيانه لجسمنا كده وديتوكسيفيكيشن لجسمنا، لكن هو علاج، هو ليس علاج لاي مرض ايا كان.